هل حضرتك تتخيل كمشجع للنادي الأهلي وكمساند للنادي الأهلي إن اتحاد كرة القدم اللي متواجد حاليا أو اللجنة التي تدير اتحاد كرة القدم لما تيجي تفكر في هل من الممكن إن هي أو اللجنة دي بتساند الأهلي ولا لأ؟ المفروض إن أنت أول حاجة تفكر فيها تقول أيوة هذه اللجنة بتساند اتحاد بتساند النادي الأهلي، صح ولا مش صح؟ لأن ده المفروض اللي هو الاتحاد المصري اللي بيمثل اتحاد كرة القدم، والنادي الأهلي ده يعني بيمثل مصر وبيمثل إفريقيا وبيمثل كل العالم. طيب هل تتخيل حضرتك إن أنت عندك القيد أو نهاية القيد الإفريقي هتبقى 30/7 30/6 ولا 30/7 يا شباب؟ 31/7 نهاية القيد الإفريقي هيبقى 31/7. طيب أنا كنادي أهلي، أنا كنادي أهلي مباريات الدوري بلاش النادي الأهلي، خلينا نتكلم على الناس كلها اللي عندها البطولات الأفريقية السنة القادمة. النادي الأهلي عنده بطولة أفريقية إن شاء الله السنة اللي جاية، وفي أندية تانية عندها بطولات أفريقية. طيب نهاية القيد الإفريقي يوم 31/7، الدوري المصري على حسب اللي جالنا هينتهي يوم 20 أغسطس. طب ال 20 يوم دول هنعمل فيهم ايه؟ 25 أغسطس؟ 25 أغسطس هنعمل فيهم ايه ال 25 يوم دول؟ مين اللي افرض انا عايز امشي اسلام واجيب محمد، هعمل ايه؟ هأيده ازاي عشان العب بيه في افريقيا بعد كده، افريقيا اللي جايه يعني. فتخيل حضرتك ان هناك بعض الاتحادات المحليه زي الاتحاد المغربي والاتحاد الجزائري والاتحاد التونسي عملوا ايه؟ انا اسف الليبي، الاتحاد الليبي والاتحاد الجزائري والاتحاد المغربي عملوا ايه؟ عايزين يتداركوا الموضوع، عايزين يقفوا مع الفرق بتاعتهم، عملوا ايه؟ ولسه دورياتهم شغاله، وعندهم نفس الكيس اللي عندنا او نفس القضيه اللي عندنا، ان دورياتهم هتخلص بعد نهايه الفتره اللي سمح بيها الاتحاد الافريقي للقيد لنهايه القيد الافريقي اللي هو يوم 31/7. فالاتحادات دي فكرت انا عايز اقف مع الفرق بتاعتي، ففكرت عملت ايه؟ بعتت جوابات للاتحاد الافريقي لكره القدم، قالت له من فضلك مد لي اجل القيد لغايه يوم 30/8 مثلا. فرد عليهم الاتحاد الدولي واداهم استثناء، الاتحاد الكاف الاتحاد الافريقي. وده الخطاب على الهوا. انا ما هو دايما انا لما باجي بتكلم مع حضراتكم مش بتكلم من دماغي، مش بتكلم من الهوا، ولكن انا بتكلم من منطلق ان في خطابات عندي، خطابات رسميه من هذه الاتحادات وصلت الى الاتحاد الافريقي وطلبت منه ان يمد القيد الافريقي ويكون هناك استثناء ليهم خلال الفتره القادمه عشان الدوريات بتاعتهم هتخلص بعد يوم 31/7. والاتحاد الكيني بعت ولسه ما ردوش عليه لغايه دلوقتي. فايه المشكله لما اللجنة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم تعمل كده؟ إذا كانت عملت كده فأنا شكرا، أنا بشكركم لو عملوا كده، وهرجع أقول بكرة لو كانوا عملوا كده بالمناسبة، يعني ما عنديش أي مشكلة، ولكن هو تفكير بسيط ومنطقي. ليه حضرتك أو كل الأندية أو كل الاتحادات دي بتحاول تساعد الفرق بتاعتها؟ ليه حضرتك ما بتساعدش الفرق بتاعتك؟ مش الأهلي بس على فكرة، بقية الفرق، الاربع فرق اللي هيبقوا مشاركين في البطولات الافريقيه، الاثنين اللي في بطوله دوري ابطال افريقيا والاثنين اللي هيبقوا في الكونفدراليه. ليه حضرتك ما بتساعدناش؟ بمنتهى الادب وبمنتهى الاحترام حد بس يطلع يقول لنا يا جماعه طب احنا بعتنا جواب زي كينيا ولسه ما تردش علينا، هقول لك شكرا هننتظر الرد، وبعد اذنك لما الرد يجي تبقى تنشره لنا في اي حته، مش لازم عندنا، تنشره في اي حته. لان انا في النهايه بفكر ازاي؟ عايز اوصل لايه؟ انا عايز اوصل ان شاء الله، انا ما بتكلمش على البطوله الافريقيه دي، انا بتكلم على البطوله الافريقيه القادمه. انا عايز اوصل ان النادي الاهلي ينافس على البطوله الافريقيه القادمه مره تانية. ليه لا؟ ليه لا؟ فالحقيقه ثلاث مشاكل او ثلاث حاجات غريبه جدا الواحد دايما بحب اتكلم فيها مع حضراتكم، زي ما انتم عارفين دايما لما باجي اتكلم انا بحب ابقى كل حاجه واضحه وصريحه وبالورق وبالمستندات، مش مجرد كلام، مش قاعدة مصاطب هي طالعين نتكلم كلمتين وخلاص، لا. ولكن نتمنى تكون الاتحاد المصري او اللجنه
التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عملت زي الاتحاد الكيني، أنا وريته لحضراتكم. هاتوا تاني يا سمير. أتمنى إن لجنة تكون عملت زي الاتحاد الكيني، بعتت وما تردش عليها لغاية دلوقتي، ولكن هناك ثلاث اتحادات محلية، الاتحاد المغربي والاتحاد الليبي والاتحاد الجزائري، بعتوا وتم قبول استثناء ليهم لغاية يوم 15 أغسطس. فاحنا بنقول الكلام ده من دلوقتي اهو، عشان اللي عايز يبعت يبعت، اللي ما بعتش يبعت، ما عنديش مشكلة، أنا عايز أطلع غلطان، أتمنى إن أنا أطلع غلطان، لأن أنا في النهاية يهمني الأندية الأفريقية التي ستشارك الموسم القادم إن شاء الله في البطولات الأفريقية، يكون عندها وقتها اللي تقدر فيه تجيب اللعيبة وتمشي اللعيبة اللي عايزة تمشيها وتجيب اللعيبة اللي عايزة تجيبها. مش هو ده اللي احنا بنفكر فيه، مش هو ده اللي احنا عايزين اتحاد كرة القدم ان هو يعمله خلال الفترة اللي جاية، ان هو يبعت هذا الجواب. من فضل حضراتكم لو ما تبعتش الجواب عشان يكون هناك استثناء، لان الدوري المصري سينتهي يوم 25 اغسطس، من فضل حضراتكم ابعتوا جواب زي بقية الاتحادات اللي بعتت، وان شاء الله الاتحاد الافريقي يرد عليكم بالإيجاب ان شاء الله. نتمنى ان ده يحصل خلال الفترة القادمة.